برحب بست النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع. ست النائب مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ عمرو. الحمد لله يا فندم، الله يخلي حضرتك. حزب التجمع ما هو رايه وكيف تلقى هذه الدعوه؟ هو انا كنت حاضر فطور النصره التونسيه وكنت انا وكل اللي موجودين، واعتقد يعني اللي ما كانوش حاضرين وبيتفرجوا في التلفزيون الجميع كان سعداء باطلاق الرئيس هذه الدعوه، خاصة أنها لم تطلق دعوة في الحوار في حد ذاتها، ولكن هي كمحور من عدد من المحاور أطلقهم الرئيس في نفس الجلسة، منها ما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي وتنويري وتنموي. وهذه المحاور اللي احنا شفناها في حزب التجمع أنها على بعضها كده بتمثل برنامج عمل وطني لفترة زمنية محددة، مطلوب تكاتف كل القوى الوطنية حولها. وما بتكلم عن القوى الوطنية، بتكلم عن حل 30 يونيو، وبالتالي دعوة الرئيس لاقت مش بس ترحيب عندي وعند حزبنا وحزب التجمع، ولكن عند كافة القوى السياسية، عند مفردات المجتمع، عند قطاعات المثقفين والإعلاميين والتنويريين، لأن هي كمان جاية في توقيت مهم جدا، مطلوب مننا كلنا نجاوب على سؤال قطعنا مسافه اتجاهه، لكن مطلوب نقعد ونتحاور الاجابه على هذا السؤال. هنخش الجمهوريه الجديده برؤيه موحده ببرنامج موحد، ولا هنخش مختلفين كقوى ثوره 30 يونيو؟ هناك في خلافات بين بعض اطراف 30 يونيو، ده طبيعي مع سياسات حكوميه، ده طبيعي، لكن الان احنا محتاجين نفتح الطريق نحو الجمهوريه الديمقراطيه الحديثه عبر الجمهوريه الجديده. اهميه ان مخرجات هذا الحوار بقى، وكمان في استماره للشباب اللي حابب يحضر او اي شخصيه حابه انها تحضر تسجل وتحضر، كون ان هذه المخرجات مربوطه بجدول في الحوار، وان هذه المخرجات سترفع لرئيس الجمهوريه ويحضر المرحله النهائيه منها، يعني حضرتك شايف ازاي ده كضمانه لتنفيذ ما سيخرج من امور ومن مناقشات ما بين حضراتكم؟ هو الحقيقه يعني طريقه التنفيذ وتنظيم الحوار ده انا اثق في حياديه الجهه المنظمه اللي هي الاكاديميه، خاصه بعد البيان اللي اصدروه ان هم حددوا دورهم، ان هم ينظموا الحوار و يستخلصوا قضايا عبر لجنه محايده لعرضه على السيد الرئيس. صحيح. لكن الضمان الاهم والاكبر هو ان هذه المبادره للحوار هي جايه من رئيس السيسي، ليس فقط باعتباره رئيس الجمهوريه ولا رئيس للدوله، باعتباره احد او اهم قاده ثوره 30 يونيو وقائدها والشعب يثق فيه، وخصوصا بعد سنوات من العمل والانجاز برهن فيه الرئيس السيسي انه يعني يبحث عن اجابات للاسئله اللي بتدور في اذهان المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالمستقبل وبل وحلول العمليه، ثم يصارح بالمشكله وبيطرح معاها تصوره للحل. فضمان الحوار عن الرئيس السيسي نفسه جزء من هذا الحوار، مش بنتحاور معاه ولكن هو يتابعه ويطلع على مخرجاته ويقول ملاحظاته يعني بعد كده. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سياده النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، شكرا جزيلا لحضرتك.